كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن مملكة البحرين تواصل تعزيز التعاون مع دولة حاضرة الفاتيكان بما يفتح آفاقا أرحب في مسارات العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن تميز البحرين كنموذج حضاري وما تتمتع به من تنوع في الأديان والثقافات أسهم في توطيد مختلف علاقاتها الإقليمية والعالمية، كما أن احتضانها لهذا التنوع جسد صورا عديدة من قيم التسامح والتآلف بما يكرس النهج الذي أرسى دائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه أن مملكة البحرين ثرية بما تملكه من مقومات حضارية شكلت جسورا للتواصل مع الآخرين وصنعت تاريخا زاخرا بالعلاقات الوثيقة والمشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، كانت أساسا للتطور والنماء على كافة الصعد. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بأمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، حيث نوه بما وصلت إليه العلاقات المشتركة وبأهمية استمرارها على جميع المستويات بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.